مرحبا بكم مشاهدينا الكرام. العملية العسكرية الكبيرة التي تدور رحاها في مأرب لملاحقة العناصر التخريبية لم تكن وليدة حادث عرضي أو استهداف يتيم لأنابيب النفط، بل جاءت بعد تكبد الحكومة خسائر مادية فادحة نتيجة توقف ضخ النفط، حيث بلغت الخسائر في 9 الأشهر الأولى من العام 2013 أكثر من 700 مليون دولار. وزير النفط والمعادن أحمد عبد الله دارس قال إن اليمن خسرت نحو 4 مليارات و800 مليون دولار خلال 3 الأعوام الأخيرة نتيجة استهداف أنابيب نقل النفط والغاز. وتعتمد اليمن بشكل كبير في دخلها من العملة الصعبة على صادرات النفط، وهو ما يفسر انخفاض الاحتياطي النقدي خلال أكتوبر بواقع 100 مليون دولار. وبالعودة إلى مسلسل استهداف أنابيب النفط، يمكن إبراز جانبا منها. ففي 10 من يناير فجر مجهولون أنبوب النفط الخام في منطقة أنشر بمديرية صرواح محافظة مأرب، كما رصدت محاولة لتفجير أنبوب النفط في منطقة الحماجرة بمديرية صرواح بالحفر على أنبوب النفط الخام في منطقة كيلو 87. في شهر فبراير بالتحديد في 8 منه اتهمت الأجهزة الأمنية بمحافظة مأرب المدعو صالح مهيوب دماج من أهالي صرواح بتفجير أنبوب النفط في منطقة كيلو 102 ببيت الدماجي في منطقة حباب صرواح. وبالتزامن مع الذكرى الثانية لثورة 11 من فبراير، فقد أقدم المدعو محمد حسن كلفوت بتفجير أنبوب النفط في نقطة كيلو 40 الواقعة بمنطقة الدماشقة بمديرية الوادي. وفي 5 من ذات الشهر فجر المدعو حسين علي سالم ربيع أنبوب النفط في نقطة كيلو 94 بمنطقة الرمضة في مديرية صرواح محافظة مأرب. في 8 من مارس أيضا فجر شخصان من أبناء الوادي أنبوب النفط في كيلو 30 بمنطقة العرقين، وبعدها ب5 أيام فجر عدد من المسلحين أنبوب النفط في كيلو 98 بمنطقة حباب مديرية صرواح. أما في 9 من أبريل اتهمت الأجهزة الأمنية بمحافظة مأرب المدعو علي عبد الله رقيصان من أهالي منطقة الدماشقة بمديرية الوادي بتفجير أنبوب النفط في نقطة كيلو 39. وأعلنت الأجهزة الأمنية في 27 من ذات الشهر قيام 2 من العناصر التخريبية بتفجير أحد الأنابيب الممتدة من البئر 25 من حقل أسعد الكامل النفطي الواقع في منطقة صافر بمديرية الوادي. وفي 2 من يوليو قالت الأجهزة الأمنية بمحافظة مأرب بأن أشخاصا مجهولون من آل طعيمان مديرية صرواح فجروا أنبوب النفط في نقطة كيلو 73 بمنطقة الزوار بوادي صرواح. كما أقدم مسلحين في 25 من يوليو بالاعتداء على أنبوب النفط في نقطة كيلو 29 بمنطقة الدماشقة بمديرية الوادي. مجموعة تخريبية من آل عوشان بمديرية الوادي قامت في 3 أغسطس بتفجير أنبوب النفط في نقطة كيلو 32 على خلفية المطالبة بالإفراج عن سجين من أهلهم. وفي 9 من سبتمبر أقدمت عناصر تخريبية من آل العبدة بمديرية بدبدة بالحفر على أنبوب النفط في نقطة كيلو 117 بمنطقة العفر. أما في 20 من ذات الشهر وهذه المرة في شبوة، فقد أحبطت قوات الجيش والأمن عملية إرهابية كبيرة تستهدف منطقة عين بامعبد ومنشأة بالحافل الغازية بسيارة مفخخة. مسلحون من آل جلال قاموا في 12 أكتوبر بتفجير أنبوب النفط في نقطة كيلو 42 في مديرية الوادي بعد 24 ساعة فقط من تفجير الأنبوب في نقطة كيلو 105 الواقع في منطقة حباب بمديرية صرواح. وتواصلت عملية استهداف أنابيب النفط في شهر ديسمبر الماضي، حيث قالت الأجهزة الأمنية بمحافظة مأرب إن عملا تخريبيا استهدف أنبوب النفط في نقطة كيلو 104 بمديرية صرواح. وكانت عناصر مسلحة من آل بالحارث في مديرية عسيلان بمحافظة شبوة أقدمت في 9 من ديسمبر على تفجير أنبوب النفط عند نقطة كيلو 8. عام بناء وتنمية لليمن، والنصر لقوات الجيش والأمن التي تلاحق المخربين أينما كانوا. نعود مجددا للزملاء في استوديو الأخبار.